كان مولد النبي صلى الله عليه وسلم نورا للبشرية ورحمة للعالمين، حيث أنه صلى الله عليه وسلم كان الرسول القائد والرسول الأب والرسول المربي والرسول الحاني والرسول العطوف والرسول المحسن، فترك لهذه الأمة منهجا إن تمسكوا به فأفلحوا وفازوا، وامتنانا وشكرا وتذكيرا نحتفي في كل عام بهذه المناسبة العطرة على صاحبها أفضل الصلاة وأزكى التسليم، نذكر أنفسنا ونذكر هذه الأمة بما تركه لنا هذا النبي من خير ومن فضل. ولقد حرصت هذه الوزارة أن تظهر هذا الاحتفاء في هذا العام بمظهر جديد يتوافق مع رؤية سلطنة عمان 2040، حيث وظفت التقانة في الحفل ومزجت بين التقانة والأصالة، فنرى شخصية الربان السفير أحمد بن النعمان الكعبي يتحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورحمته وسيرته، ونرى شخصية الشيخ فضيلة القاضي عيسى بن صالح الطائي رحمه الله تعالى أيضا، وشخصية سماحة الشيخ إبراهيم بن سعيد العبري يتحدثون ويوضحون للمستمع وللناشئة فضل رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه تذكير برموز هذه البلد العظام الذين أسهموا في تاريخ هذه الأمة، وربط بين المعاصرة والأصالة، كما يحتوي هذا الحفل في هذه العام كما تعلمون على المدائح النبوية التي درجت الوزارة ودرج العمانيون على إنشادها في مثل هذه المناسبة العطرة. حرص معالي الدكتور وزير الأوقاف والشؤون الدينية الموقر أن يكون حفل المولد النبوي في محافظة جنوب الباطنة، والاحتفالات السابقة كل احتفال في محافظة، وهو مشاركة لكل المجتمع. فعندما نشاهد حفل اليوم نشاهد أن جزءا منه هو حفل وظف فيه الجانب التقني، وهناك جزء آخر وظف فيه الاستفادة وإظهار لطاقات هذه المحافظة ورموزها من شعراء ومنشدين وأدباء، فهو حفل يجمع ويشرك جميع فئات المجتمع.